طيب فضيلة الشيخ، هناك عبارات في ذمتي وما صدقت على الله أن أعمل كذا، هذه العبارات هل هي شرعية؟ ما صدقت على الله، يحذف على الله، يقول ما صدقت أني أحصل كذا وكذا، وأما في ذمتي هذا معناه الالتزام، الالتزام أو الاعتراف بأن في ذمته دين لفلان أو حق لفلان. نعم.